السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أو وليد، رجعت لكم في جديد وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب أحضرت لكم حزمة سيارات جديدة وأسطورية. راح أضع لكم رابط تحميلها في صندوق الوصف من ميديا فاير. طبعا الآن راح أوريكم كيف تركبونها، وطبعا راح أستعرض لكم السيارات. المهم راح ندخل على برنامج زار شيفر شباب، بعدها نروح إلى الداونلود وراح نلقى الحزمة. ها هي حجمها 11 ميجا فقط، راح نضغط عليها ضغطة واحدة عادية، بعد استخراج هنا، بعدها راح ننتظر قليلا. بعد ما ينتهي شباب راح يظهر معنا هذا الملف، طبعا يحتوي على 8 سيارات. ها هي الآن راح نطلع من برنامج زار شيفر وندخل على برنامج جي تي اي اي ام جي تول هكذا، ونضغط على اوبن اي ام جي، بعدها نروح الى اندرويد داتا، بعدها الى ملف اللعبة، بعدها فايلز تيكس دي بي، بعدها جي تي اي 3 اي ام جي، بعدها نضغط على سيليكت ونضغط على الثلاث نقاط اللي فوق على اليمين هكذا، بعدها شباب نضغط على الخيار الثاني، بعدها نرجع الى الخلف هكذا ونروح الى الداونلود طبعا ونضغط هنا، بعدها نضغط على اول لتحديد الكل طبعا ونضغط على سيليكت وفقط. الان راح ننتظر ريتم ينتهي. بعد ما ينتهي شباب خلاص مبروك عليكم حزمة السيارات، ادخلوا الى اللعبة واستمتعوا. المهم الان شباب راح اخليكم مع استعراض السيارات، يلا. وصلنا الى نهاية الفيديو شباب، اتمنى يكون عجبكم، واذا اعجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك وتشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين، لكي تشجعوني اني استمر في نشر المقاطع اللي تفيدكم وتعجبكم ايضا. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، مع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take you